تحية سلطة عنيا، مرحبا بكم في هذا اللايف هذا مرة أخرى. نتمنى يكون الصوت مزيان الخوت. تحياتي للجميع. الموضوع ديالنا اليوم المخزن بسبب يعني الحرب في الصحراء الغربية، زاد على الشعب يعني في السكر والزيت، فهمتي؟ هذا هو موضوعنا ديال هذه الحلقة هذه. فنتمنى ان الاخوان يلتحقوا وعافاكم بارطاجيو. وبخصوص اللايف اللي درتو يعني مؤخرا حول يعني اعلان القيم الجمهوريه الثانيه للجمهوريه الصحراويه الديمقراطيه الثانيه، وتجمعنا بعض يعني الذباب الالكتروني ديال المخزن والسبان وكذا، فانا راه ما تضرونيش الصراحه، راه تضروا غير راسكم وانتم تتعيشوا في الكذوب، فهمتي؟ حنا راه فايتين قلنا يعني الراي ديالنا في هذه القضيه هذا، والراي ديالنا كمعارضين سياسيين راه تيتماشى مع الانترناشونال كوميونيتي، يعني تيتمشى مع المجتمع الدولي اللي تيعترف، فهمتيني، بالجمهوريه الصحراويه ويعترف يعني وينظر الى النزاع في الصحراء الغربيه على انه يعني استعمار، اخر منطقه مستعمره في افريقيا. ولكن انتم في طبيعه الحال في المغرب، فانتم تضحك عليكم المخزن تيقول لكم بان الصحراء غربيه، الصحراء غربيه وكذا، وهي ليست مغربيه، راه منطقه ماشي ديالكم، راه سالاو سالينا، راه انتم نصبتوا على عباد الله، ديتوا اراضي الغير، بحال شي واحد تيجي تيتهجم على شي واحد في دارو وتيدي ليه الارض ديالو وتيقول ليه ديالي، فهمتي؟ هذا ما يحدث في الصحراء الغربيه، فهمتي؟ وتقبلوه. المساله ديال الموضوع ديالنا اليوم هو ان بسبب حرف الصحراء الخزر تيدير واحد الخطه سباقيه وتزيد على الشعب في الزيت والبيض، فهمتيني؟ هاد المواد هادي، وهاد المواد هادي كما هي معروفه يعني في الصحراء فهي رخيصه، يعني تتباع بنصف الثمن، فهمتي؟ فلذلك زاد على الشعب المغربي، زادوا عليه باش انه حتى هو يهز شويه ديال الهم ديال الحرب، زادوا عليه يعني ما يزيد على 10 دراهم في الزيت، راه لا يمكن اصاحبي، 1 دولار يعني دولار زادوها زياده في دقه واحده في الثمن ديال الزيت، فهمتي؟ وزادوا درهم ونصف في يعني الثمن ديال البيض، فهمتي؟ العياشي دابا سير ديرلك شي اومليط بالبنان. هذا هو الموضوع ديالنا، يعني لان الامور يعني اش نقول لكم متواصله مع بعضياتها وعندها علاقه مع بعضياتها، لان ما يحدث في الصحراء الغربيه من ضغوطات من طرف يعني الجبهه الصحراويه لتحرير الساقيه الحمراء وكذا البوليزاريو، فالمخزن تيدير واحد الخطه استباقيه واللي هي تزيد على الشعب بالزيت والبيض، فهمتي؟ وغادي ترقبوا زيادات اخرى، لان المخزن يعيش يعني ازمه اقتصاديه داخليه، يعيش احتقان اجتماعي وكذا، فهو شنو تيقول؟ نزيد على الشعب حتى هو شويه ديال الثقل عليا، لان ما يمكنش هو يدخل، لان انتم بغيتوا تدخلوا للحرفابور، الشعب بقات في تيسحبكم يعني ما حدث في القرقارات، من يعني من ما يسمى ما تسمونه يعني بغزوه القرقارات، وتتامل فعلا بان كانت هناك يعني حرب ولا شي لعبه في القرقارات، كانوا يعني نشطاء مدنيين كانوا تمايا محتجين، فهمتي؟ عفاكم الى ما بارطاجيو هذا اللايف هذا في لي جروب، الصوت ينقطع مره اخرى، ما عرفناش اخوتي علاش هاد الصوت هذا ديما عندنا فيه لو بروبليم. يكون الصوت مزيان الخوت، دابا الصوت واش مزيان؟ تنتمنى الصوت يكون مزيان. سيستم سيسا دابا راه يكون الصوت مزيان، عفاكم الا ما قلنا اذا كان يعني الصوت مزيان. دابا تنتمنى يكون الصوت مزيان، لان درنا يعني قمنا بجميع زدنا في الصوت وكذا، راه يكون الصوت دابا احسن. شي واحد يعطيني شي اشاره للخوت بان الصوت مزيان.
5 5 شكرا الاخت هيبه تحياتي. بالنسبه لاخواننا الابطال من الصحراء الغربيه والشعب الصحراوي والوطن والشطاء ديالو عافاكم الى ما بارطاجيو هذا اللايف هذا في لي جروب وضيفوا الاصدقاء ديالكم لان هناك يعني معلومات مهمه سنشاركها معكم بخصوص يعني الحرب في الصحراء الغربيه والتداعيات يعني التداعيات ديالها على يعني الشعب المغربي داخليا. يعني هذه الازمه هذه راه تنقول لكم الحرب مكلفه فهمتي وفايتين هضرنا في هذه المساله هذه خصوصا في هذيك المناطق التي يعني قامت يعني البوليساريو بقصفها بقصفها يعني باسلحه يعني خفيفه لان البوليساريو كيفاش تلعب مع المخزن كيفاش تخوض هذه الحرب هذه راه تضرب مناطق وتتهرب وتتمشي فهمتي المخزن تيولي يضرب يعني لانه تيدهشر الجنود ديالكم تما قاتلهم الجوع تيدهشروا وتيخافوا كذا وتيوليو يعني يقصفوا يعني بقنابل او بصواريخ وكذا اللي غاليه بزاف كل صاروخ تيكلف تقريبا 50,000 دولار 100,000 دولار وكذا فهمتي وعلى المخزن منين يجيب الفلوس هذه راه يجيبها من اموال الشعب المغربي فهمتي فهاد الزياده اللي زاد عليكم حتى الحليب ديال الاطفال تم الزياده فيه ايوا مزيانه ما صافي يعني كملت الصوره يعني راه كما تنقول لكم هاد الزيادات هادي راه تبقى راه تولي غاده يعني غيزيد جميع المواد الرئيسيه غادي يزيدوا فيها وبسبب سبب الحرب ياك نتوما العياشه بغيتو الحرب وتيسحابكم يعني غادي تمشيو للصحراء الغربيه غادي تدكو يعني البوليزاريو في سيمانه وسال الفيلم وصافي وحررتو ما عاد شنو درتو في دماغكم فهمتيني فراه المساله معقده اكثر من هكا دابا كمل هيا العياشي اللي تطبل على الظلم المخزني والاحتلال المغربي المخزني العلوي للصحراء الغربيه تطبل ليه راه حتى انت غادي يضرك هذا الشيء هذا انت اللي تتنشد بالحرب وتت انا غير لي ميساج تصوروا معايا لي ميساج اللي تجيوني بسبب يعني الراي ديالي والراي ديالي بخصوص الصحراء الغربيه ليس اول مره غادي نتكلم في هذا الموضوع هذا راه تكلمت فيه انا سنوات وسنوات فهمتي وما خصكش تهضر في هذا الطابو هذا من الطابوهات المخزنيه فهمتيني المغربي او العياشي عنده الحق غير يبدا يذبح تما ويقول صحراء مغربيه هذا هو الحق اللي عنده ما عندوش الحق انه تكون له يعني صوره اخرى ولا راي اخر فهمتيني مخالف للروايه المخزنيه الرسميه فهمتي فانت يعني تعتبر من الخوارج ومن الخونه ومن الانفصاليين وكذا رغم اننا وضحنا قبل يعني مساله الانفصال راه الجبهه البوليزاريو والشعب الصحراء علاقه ديالهم بالانفصال لان هذيك ارضهم فهمتي فاش تكون انفصاليه فاش تجي من ارض اخرى وتجي تحتل واحد الارض اخرى فهناك تسمى يعني انفصالي اما فاش تكون يعني سميتو تكون ارضك وتتحررها وعندك يعني تاريخ في المقاومه ضد الاستعمار الاسباني وكذا فهذيك تتسمى ارضك يعني لان الانفصالي هنايا هما المخزن فهمتي المرتزقه اللي تسميهم نتوما الشعب الصحراوي والبوليزار ليسوا بمرتزقه بل المرتزقه هو المخزن اللي خدا ارض ماشي ديالو فهمتي حنا فاش تنقولوا هذا الراي هذا فما تيشنو ما تيتقبلوش ما تي غنوريكم يعني الخاص والرسائل ديال التعذيب كاين اللي بغى يحرقني حي كاين اللي بغى يقطع عليا راسي كاين اللي بغى يعني يقتلني وكذا وكل واحد شنو تيقول فهمتيني حنا راه ما تنسوقش لكم فهمتي راه ما تنسوقش لكم عندي زايد ناقص لانكم نتوما مرفوع عليكم القلم فهمتيني نتوما تعيشوا واحد البلاد بحال العبيد ما عندكمش راي فهمتيني راه ما تتعرفش ما شفتش تعيش في شي بلاد راه يصحابك غالطين تيقول لك الوطن اش من وطن عندكم بعدا باش تدوي لي جايين شي وحدين تيهضروا لي على الوطن اي وطنيه تتحدث عليه واش الوطنيه المخزنيه المزيفه ام الوطن راه الشي راه الشعب الصحراوي عنده وطن عليكم على الاقل تيناضل على ارضه على الاقل تيتقاتل على ارضه فهو عنده وطن اذا قال صحرائي ترابها ارضي ووطني فعنده الصح فهمتي اما انت العياشي ناس ما تتحزق
وتضحك على راسك وتتاكل يعني في الشاورمات ولا ما عارف ولا لقيتيهم بعدا وفي البنان وجالس تسميتو ما عندك ملابس ما تجينا وتكتب ليا صحراء مغربيه ولا كنتو رجال دخلوا الصحراء نوريكم نفعلوا ليكم اش ديروا راه هذه سنوات ما قديتو ديروا والو ماشي اول مره راه ديروا والو لو كانت يعني معركه يوم ما يكون شحال اللي حرروا الصحراء وشحال هذه يعني سالينا بهذا المشكل ديال الصحراء. وانا باش نرجع للموضوع المهم اللي هو الزيادات هذه، الزيادات اللي زادوا على الشعب المغربي راه بسبب الحرب في الصحراء الغربيه، وهناك يعني تحتيم اعلامي بخصوص ما يجري في الصحراء فهمتي. المخزن ما تيقولش ماذا يجري فهمتي، المخزن ما تيقولش ماذا يجري هناك، ما تيعطي يعني حتى شي ارقام ويصر يعني على يعني نشر الاشاعات والاكاذيب والتغطيه على الفشل ديالو في تسيير هذا الملف. واللي فايتين حنا قلنا يعني الحل ديالو فهمتي، الحل ديالو هو انكم تهزوا الاحتلال ديالكم المغربي وتمشيو فحالكم وخليو الناس تعيش في وطنها حره فهمتي. ما كاين لا ركوع لا سجود، ما كاين لا امارات المؤمنين لا امارات كازاخستان لا تشي لعبه لا بنانيستان لا والو فهمتي. هذا هو البوان فهمتيني اللي خصكم ديروا خير في راسكم العياش العبيد، وما تقعدوا تسبوني ندير ليك نفعل ليك. راكم تتحلوا فمكم بزاف فهمتيني اكثر من القياس، لانكم نتوما ديما حقاره فهمتيني، فيكم الحقره فهمتي، وتتبغيو ديما الا لقيتو يعني المخزن موراكم راه دافعكم وكذا، وديك الشيء اللي تديرو يعني لا يمس بالنظام المخزني والنظام السياسي في المغرب، فتتفرعنوا تتزيد فيكم واحد العضله فهمتيني، وتتوليو يعني تسبوه من الصمت لتحت وكذا. واش نتوما صاحبي ما تتشوفوش راسكم في المرايه؟ وعاد تجي تقول لي انا مسلم انا هادي، وما تتسوقش ليك، انا عندي ملحد احسن منك فهمتي. راه ما توصلوا كل يكتب هذا ملحدين وعندكم اراء ومبادئ، ولا علمانيين عندكم اراء ومبادئ راه نحترمكم، ولكن نتوما راه فهمتيني بحالكم بحال داعش، واش واحد تيهددك بالحرب؟ والسبب انك تقول رايك فيما يخص الصحراء الغربيه نهضر فيها، نهضر انا في الصحراء ضيعتوا شباب مغربي، علاش تجروا الشعب المغربي في هذه الحرب هذه في ارض ماشي ديالو، واللي تيستافد منها هو النظام الملكي والحاشيه ديالو والنظام المخزني الحقيقي فهمتي. وغادي نهضر على الصحراء الغربيه وغادي نستمر فهمتيني نتكلم عليها، وما كاينش حتى شي قرض كيفما كان النوع ديالو انه يجي يقول لي انت ما دويش في هذه ولا دوي في هذه ولا هذه، لاننا حنا ما تناخذوش تعليمات الكلاب فهمتي، ماشي بحالكم انا ما تعطيني حتى شي واحد تعليمات قول هذه ولا دير هذه فهمتيني، تنهضر وتنقول هذاك الشيء اللي كاين فهمتي. سديتو الصفحه الاولى بسبب راي ديال واش وليتو تخافوا دابا نتوما الدوله نتوما تتخافوا صاحبي من صفحه فيسبوكيه تتزعزعكم وتتقول لي احنا اقوى دوله احنا اش عندي ماكم بعدا اش عندي ماكم ما تسميتو. سيروا شوفوا غير هذيك الاميره سلمى فين داروها لكم فين خباوها راه اختفت فين هي كتيما العياش تقولوا لينا بان اميره سلمى محبوبه الجماهير وكذا وهي اختفت وهز الملف المخزن وطواه ما بقيتوش تجبدوها يا ولاد الحرام ما بقيتوش ما بقاتش اميره حتى شي لعبه لان صافي هذيك ولات من الخطوط الحمراء الموضوع ديالها ما خصكمش تهضروا فيه وكذا فهمتي. فانتوما تتعرفوا يعني الخطوط الحمراء ديال المخزن العبيد وتتحتاموها فهمتي. اما كون يعني دابا وليتو تهضروا على الاخت ديال الملك الزوجه ديالو ما بقيتش تهضر عليها واش ماتت واش اختفت، كيف يعني الملك يقدم اميره للشعب المغربي والشعب المغربي تيفرح بها وتيديرها فوق راسو وكذا وهادي وهادي، وفي الاخر تختفي فجاه اختفاء قصريا ولا يعرف الشعب المغربي ماذا حدث مع الاميره سلمى فهمتيني. اين هي واش ماتت واش حيه واش عايشه، وتخرج تقول للمغاربه خرجوها الا انت عايشه خرجوها يقول تورينا يعني تخرج لنا يعني دير لنا شي خطاب وكذا هادشي باش تعرفوا غير الفرق ما بين هاد الملكيه هادي الفاسده ديال هاد الفاسقه ديال محمد السادس والملكيات الاخرى. تصوروا معايا الاميره ديانا ديال لونجلتير فهمتيني، راه حتى هي كانت تترأس عده مؤسسات فهمتيني،
لمحاربة السرطان وكذا، وحتى بعد الطلاق ديالها استمرت في العمل ديالها، فهمتيني، بمساعدة الأطفال في إفريقيا، بمساعدة الناس اللي مريضين بالسرطان وكذا، فكانت مستمرة في العمل ديالها، ما شدوها خباوها في شي قنت، ما قتلوها، ما داروا لها والو، فهمتي، استمرت في العمل ديالها. ولكن في المغرب قتالة، يعني هذه يعني عرفتي شنو، فصلوها من العمل ديالها، من الأعمال الخيرية اللي تدير، من كل شيء، وقطعوا عليها الإعلام، ما بقاش الشعب المغربي تعرف يعني أين هي الأميرة سلمى، شنو وقع عليها، وما عندوش الحق يتساءل، فهمتي. كذلك نفس الشيء في موضوع الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، فهمتيني، والمحتلة من طرف النظام المخزني والنظام الملكي، فهمتي، اللي مضيعين الشعب الصحراوي وأطفال الشعب الصحراوي وشيوخ ونساء الشعب الصحراوي اللي تيضلوا يعني يضربوا فيهم ويقمعوهم وكذا، فهمتيني. فاش نقول لكم، الصحراء كذلك يعني ما عندكمش راي اخر، لا يمكن لمواطن مغربي، بزاف عليكم تكونوا مواطنين، انتم رعايا ديال الهبال السادس الامير ديال داعش محمد السادس، فبزاف عليكم تكونوا مواطنين ويكون عندكم راي. وفاش تشوفي شي واحد عنده راي يعني مخالف لهذيك الطابوهات ديالكم المريضه، فهمتيني، ديال التخربيق، يعني المرض النفسي ديالكم، فانتم يعني عرفتي شنو، عندكم هذيك الردود الافعال، تتجعروا وتتكعاو وتطلع لكم الدم، علاش يقولنا هذا الصحراء الغربيه، وانا ما عند بابك والو، انت اش رابح من هذيك الصحراء الغربيه، انت انا تنهضر معاك، انت العياش عند امك، وتجي تكتب ليا المغرب اخذ صحرائها بسمكها وبرمالها وبحرها وبجوها وكذا، وانت دين امك ما تذوق الحوت غير مره في الشهر، فهمتيني، انت اغلى يعني السردين هو اللي يعني غير ملاوح في ديك البلاد، ما تستفد منه والو. واش استفدتي بعدا من الثروه ديال اليوسفيه ديال الفوسفات؟ واش استفدتي يعني من الثروه ديال اسفي ديال الفوسفات؟ واستفدتي من السمك ديال اسفي؟ واستفدتي من السمك ديال كازا وديال طنجه؟ عاد بقى لبابك يعني السمك ديال الداخله والمحتله، فهمتيني، وتجي وتبداو تنبحوا، فهمتيني، ما عند بابك والو، ما شابه حتى البنان، بابك ما تلقاوش تاكلوه، راه بنانه تياكلها عيا شي مره في العام، فهمتيني، تيشوفها بحال العيد. فاش نقول لكم، وتيجيو هنا وفيهم البخ والكذوب، فهمتيني، يعني اي حاجه فيها الكذوب تيبغي العياشي فيه البخ هكا، فهمتيني، واخا تكون ما عندوش خصو ديما يبان هو باخر، عندي انا الحمد لله، واخا فهمتيني، هذا هو العياشي. ولكن فاش يشوف انسان مواطن مغربي محترم بحالي، انسان محترم تنقولها، لان الانسان المحترم تيعرف راسو، فهمتي، باش تيقولها، والناس اللي تيقولوها عليه والناس اللي تيتابعوه وتيحترموه ديما تيشوفوه انسان محترم، فهمتي، انا بلا داك الكلام ديالكم السادي وداك السبان ديالك ما عندي ما ندير به، فهمتيني، سير تربى، هادشي اللي نقولك، سير تربى وسير دير الراي، فهمتيني، وسير تعلم تكون يعني جمله مفيده، فهمتيني، قول هي جمله مفيده، يعني تيقول لك عاش الهالك، تقرا وتبدا السبان، ما تعرف واش تيقول بعدا، سير خذ بعدا، ما خديتي حقك الحيوان حتى في التعليم، عاد قالك يعني، عاد قال بابك الصحراء والثروه ديال الصحراء، سير بعدا ناضل خذ حقك في التعليم، خذ حقك يا ولد الحرام، يعاملوك غير كي هيومن، يو نو از ا هيومن، يعني كانسان محترم فوق هاد الارض هادي، تتعيش الدل يا اهل الدل. فكما قلت لكم الخوت، هاد الناس هادو ما تيتقبلوش الراي الاخر، خصوصا فاش يرجع فاش يخرج مغربي، فهمتيني، امازيغي حر، وتيقولها، فهمتيني، وتيعم الشعب الصحراوي لانه مظلوم، ولانني عندي قناعه الحيوانات العياشه بان الشعب، ان المخزن ما عنده حتى شي قضيه عادله، فهمتيني، وما عمر الجلاد تيدافع على الظلم، فهمتيني، الجلاد دائما تيكون ظالم سواء في اي ارض كان، فهمتي، والمخزن هو هذا، يعني راه ما عندش الشباب، يعني اش نقول لكم، ما عندوش الضمير، فهمتي، وماشي انسان تيدافع على الحق، وهو كاين باطل بلا مشروعيه، فهمتيني، قتل يعني في العائلات ديالنا في الماضي سنوات الرصاص،
والآلي يعني يقوموا بنفس الشيء تجاه يعني المناضلين والنشطاء الأحرار في الداخل المغربي وفي الصحراء الغربية المحتلة، فهمتيني؟ يتم يعني جلدنا من نفس الجلاد، وبغيتنا حنا نجيو ونطبلوا لهذا النظام هذا لا شرعين لا والف لا، فهمتي؟ وانتم ما تتقبلوش كلمة الحق لأنكم جبناء، ودائما العبيد ما يمش يعني العبيد يذهبون دائما مع من معه القوة، فهمتي؟ من يمتلك القوة فهو سيد للعبيد، فهمتي؟ ما يقدوش يوقفوا ضده ولو أنه يمارس جميع أنواع السادية وجميع أنواع يعني الحقرة والظلم وكذا، فتبقى مسألة يعني العبيد عالية أن سيدهم يقوم بذلك، فهو في إطار يعني السيد والعبد، فهمتي؟ فاحنا راه ما عندناش ديك العقليه، فهمتيني؟ احنا عقليه جديده ومتجدده، فهمتيني؟ وحنايا بعدا بخير اننا فهمتيني وعينا في واحد الفتره في حياتنا، فهمتيني؟ جينا لدوال تتحترم الانسان، فهمتي؟ وتهضروا على قضيه الصحراء الغربيه بدون يعني قيود او خطوط حمراء او زرقاء او صفراء، فهمتيني؟ وتشرحوا للناس انتهاكات ديال المخزن في تلك المنطقه، فهمتيني؟ تيوريو يعني الانتهاكات، وتشوفو تقول لي انت صاحبي واش صاحبي 20 مخزني مجموع على بنت يعني على مرأة يعني صحراوية، وتقول لي هذا هو هانتوما عندكم قضية عادلة، فهمتيني؟ القضايا العادلة لا تحتاج إلى القمع، فهمتيني؟ القضايا العادلة لا تحتاج إلى الجنون في الغضب وفي فهمتيني في ردود الأفعال يعني اللي تتكون اش نقول لكم بواحد الطريقة همجية تيديرها المخزن. نو اسمح لي، فهمتيني؟ ماشي اسمح لي ضرب راسك مع الحيط، ما عندي ما ندير بك. فاش نقول لكم انتما ما تتقبلوش كلمه الحق ولانكم جبناء، فهمتيني؟ ولذلك انا ما تبقاش تجي تهضر لي على الوطنيه بزاف، على الوطنيه ما تهضرش على الوطنيه. شحال من واحد تعقلو في المغرب كان تدافع عليك انت العياشه بوبانا يعني تدافع على الحقوق ديالك وكذا، وما تسوقتيش ليه انت شعب تابع المؤخره ديال التراكس وتابع ليا داك نزار ولا ما السليفه ولا ما عرف البوز اللي دايرين ليكم في ديك شوف خيخي، وتابعي ليا هشام الملولي والكيك بوكسينغ، فهمتيني؟ ديال بلعاني والضحك دايرين ليكم البوز وتضحكوا عليكم، فهمتيني؟ والاجيال تضيع والحقوق تضيع وكذا، وتجي انا تهضر لي على الوطنيه في انت وكانتك، فهمتيني؟ عندك الوطنيه في الصحراء هنا، انا الصحراء هي الوطنيه، غنمشي هنا وخا نبقى بالسليب يعني وخا نمشي عندي الحوايج اخويا، ولكن المهم الوطنيه هي هذيك الصحراء. سير اصاحبي وانتم راه حمار والله حتى حمار، راه خصكم تشوفوا في راسكم، فهمتي؟ هادشي هذا فاش يعرفوا يعني الناس في الخارج، كاين بعض الناس يعني صراحه تنهضر معاهم في هذا الموضوع خصوصا هذيك ديال البنان، اليوم راه عندنا مواطنين يفتخرون بالبنان، حتى راه والله تضحكوا قال لك واش هادشي هذا فغيمون؟ واش هادشي بصح ولا يعني سي دغول هادشي هذا؟ يعني واش هادشي هذا يعني بالضحك ولا راه؟ قلت لهم والله الا بصح يعني عندنا مواطنين يفتخرون بالبنان وبان عندهم البنان اكثر من دولة اكثر من دول اخرى، وبان الملك ديالهم سيدهم فهمتيني تيتهلا فيهم بالبنان والتفاح والبعوي، فهمتي؟ وتيعطيهم كلشي، فهمتي؟ وعندنا مواطنين من هذا النوع هذا، راه بنادم تيضحك عليكم اصاحبي، واش الناس يفتخروا بهادشي هذا؟ واش عمركم شفتو الشعب اصاحبي والقروض ديال افريقيا اللي تيعيشو في اضلاع افريقيا وما تيفتخروش بالبنان؟ عندهم البنان غير مشتت اصاحبي في الغابه، فهمتي؟ عمرك شتي شي قرد قال انا البنانه انا اللي عاشت البنانه؟ راه ما كاينش القرد، القروض اصاحبي راه عندهم البنان غير مشتت فيك ادغال افريقيا وتياكلو يعني ماشي بنان بحال هذاك اللي عندك هو بنان في ميترو والله ما تيفتخروا القروضه، القروضه القروضه اصاحبي ما تيفتخروش، وانتوما شوفوا راسكم فين وصلتوا، فهمتيني؟ وما تتبغيوش كلمه الحق، فهمتي؟ وراه ما تخص الهضره، راه قلت لكم انا راه هذوك السطوله الخاويين هما اللي تيتقرقبوا، وانتوما دايرين بحال ذوك السطوله الخاويين، ما عند باباكم لا تعليم لا صحه لا والو، لا نفسيا ما مقادينش، يعني ما عندكمش العقل وما عندكمش التفكير وما عندكمش ادوات التحليل والتعليل والتمييز، ما عندكمش، فهمتيني؟ ويعني تنساقون وراء كل شيء بالعاطفه، علاش؟ لان الاضرار ديالكم هي مسدوده مغلوقه، فهمتي؟ ما يمكنش يكون عندها واحد الرياكسيون اللي نشوفوا فيها الرزانه والحكمه والجواب قدو حدو، فهمتي؟ ما عندكمش هذا الشيء هذا، عندكم نتوما غير تخسروا الهضره ومن السلطه لتحت ونشدك نفعل لك انك انك انك، فهمتي؟ الناس الجاهل هو اللي تيكون عنده هذا الرياكسيون، فهمتيني؟
وما تجيش انا تفرض عليا داك الراي ديالك العياش يا ابو خنونه ابو بنانه. سير فرضوا على سيدك ولا سير ديروا على شي واحد، لا بغيتي تحكر على شي واحد سير حكر على شي سوق صير. فهمتيني؟ كبر منك لا في الفكر، فهمتيني؟ لا في النقد، لا في التفكير، لا في كل شيء، فهمتيني؟ ما تبقاش تجي عندي انا بهذيك الخربقه وجيه ديالك وجيه انا تسميتو. وهذه المهم غير مقدمه للعبيد. فانا بغيت نقول لكم بان هذه الزيادات الاخيره التي شاهدها المواطن المغربي في الزيتي والبيضي فتدخل يعني في اطار ان هناك حرب في الصحراء الغربيه، فهمتي؟ لان هناك حرب في الصحراء الغربيه، المخزن قال ساقوم بخطه استباقيه، فهمتي؟ لتفادي يعني السكته القلبيه اي الانهيار الاقتصادي، ارى نزيد على شعيبه لان شعيبه حاليا يعني ناعس، فهمتيني؟ وتلاعبوا ليه بالعاطفه ديالو، ضحكوا عليه كما يريدون، فهمتيني؟ قالوا راه زيدوا عليه في البيض وفي الزيت والبيض. ومازال تجي الزيادات. ها واحد الاخت قالت لنا راه زادوا في الحليب ديال الاطفال. يعني راه اش نقول لكم؟ راه صافي، لان انا راه قلت لكم شحال هذه، راه المخزن السياسه ديال المخزن الحقير، راه كلما يعني حليتي ليه الباب او انك وليتي تحس وليتي معاه يعني في لو ميم ديريكسيون، فهمتيني؟ تتكون معاه يعني في نفس يعني الطريق، شنو تيدير هو؟ راه ماشي تيفرح بزاف، عرفتي علاش؟ لانه تيشوف فيك الغفله، فهمتي؟ وهذيك الغفله تيستغلها المخزن ابشع استغلال، فهمتيني؟ تيطيح لكم السروال، فهمتيني؟ غيتقب لكم الزيوف، فهمتيني؟ وفي سبيل اش الوطنيه، عاوتاني كما قلنا، فهمتي؟ الوطنيه المزيفه، فهمتي؟ اللي ما بني على الباطل فهو باطل. وكذلك المخزن، قرارات المخزن، حرب المخزن، كل شيء مبني على باطل، فهمتي؟ ما كاين حتى شي حاجه مبنيه على الحق، فهمتي؟ وهادو اللي تيدافعوا على المخزن راه اش نقول لكم؟ راه ولاو غير يعني الذباب الالكتروني. كاع هادوك الحسابات اللي سبوني تقريبا من الذباب الالكتروني، تصوروا معايا، نفس السبات، نفس كذا، فهمتي؟ يعني اصبح يعني ما بقاوش قادين وما بقاوش عندهم العياشه، يعني العياشه ما بقى حتى ما ياك العاد طالع يعني ديال الكونيكسيون ويتكونيكتا باش يجي يسبني انايا. المهم فالأجهزة ديالهم تتسخر هاد الذباب الإلكتروني تهجم علينا وكذا. اش نقول لكم؟ راه تديروا الضحك في راسكم. وليتو يعني ولا الصغير أصغر طفل مغربي ولا عارف هاد القضية هادي، ولا عارف الذباب، تيدخل الصباحات تيشوف تيقول تفو الذباب كاين هنايا بكثرة، فهمتي؟ أطفال عندهم يلاه 14 عام 11 عام 12 عام ولاو عارفينكم. وعاد واحد تيجي تيقول لي مخابرات، احسن مخابرات في العالم. باش احسن مخابرات في العالم؟ عطيوني بالتحراميات، بالتكلباويت، بالخبط، بالعماله، بالتقوات، باش هادو نتوما احسن مخابرات في العالم؟ مدلولين ندينكم عند سيادكم، فهمتي؟ وكنتو اذكياء، راه في جميع الدول كاينه المخابرات، راه كاين اعلام موالي الاجهزه هنا وهناك، فهمتيني؟ ولكن العامه من الناس ما تعرفش هذا الشيء هذا، فهمتي؟ قليل اللي تيعرف. ولكن نتوما فضحتوا راسكم. او شوف خيخي ديال المخابرات، البرلمانكم ديال المخابرات، ترون هذيك 360 ديال المخابرات اللي تابعه المخابرات الخارجيه، وكاله الانباء العربي تابعه لاجيد ديال المخابرات ديال ياسين المنصوري. المهم بلا ما نزيد لكم في الاسماء، فهمتيني؟ كلشي وليتو فضحتوا راسكم اصاحبي، وخصوصا هذيك تشوف خيخي وليت تعرفتو يعني حتى الطريقه باش يعني الطريقه التي تفكرون بها اصبحت مفضوحه، فهمتي؟ لان من المفروض الا كنتي مخابرات وكذا تكون عندك واحد، تكون ذكي، فهمتيني؟ تكون تتعرف كيفاش دير هذاك الشيء من تحت الدف، ما يعرفك حد، فهمتي؟ ولكن نتوما ما عندكمش، نتوما نيت بغيتو تفرشو وتفرشتو، فهمتي؟ واش مخابرات اصاحبي تترفع دعاوى قضائيه على نشطاء بسبب انهم قالك تبخيس عمل المؤسسات؟ اي مؤسسات؟ واش تيجيو عندك نشطاء تيخرجوا تيقول لك كان تعذبت انا وتسميوها حموشي عذبهم، زكريا المؤمني، محمد حاجب اللي اتهمتوه بالارهاب وصفتو يعني المذكره دوليه في حقه باش حطوه يعني في لا ليست روج، واش نتوما صافا ونط يعني الانتربول قالت لكم راه شطبنا، قالوا ليه شطبوا على ديك الاسماء وفهمتيني وزعوا مذكره، فهمتي؟ او بيان، فهمتيني؟ وزعته الشرطه الانتربول وقالت لهم
عرفتي شنو؟ قالت لهم اي واحد ترفع عليه البوليس المغربي يرفع عليه شي دعوه في الخارج ولا هادي ولا يرفع عليه شي مذكره هادي عرفوا بان عنده شي مشكل مع هادو كاملين اللي ترفعوا عليهم الدعاوي عندهم مشكل مع الدوله المغربيه ماشي مشكل لانهم ينتقدون سياسه الدوله المغربيه فهمتي فهنا راه تشوهتو والمشكله باش انهم فاش داروا داك البيان الانتربول سمع شوف بعدا المؤسسات ديال محمد السادس اللي دخلت فيها دخلت فيها لا جي دخلت فيها لا دي جي ستي دخل فيها يعني اش نقول لك المقاومه اش يقولوا لها المقاولات الوطنيه لاجهزه الامن لانهم هما راه ولاو مليارديرات فهمتي فهاديك المغرب راه ولاو البوليس دابا ولا المخابرات ولا عندهم مشاريع فهاديك افريقيا وفهاديك الشيء هادو نزلوا يعني بالثقل ديالهم جميع هاد المؤسسات فهاديك البيان اللي صيفطوه لانتربول وعند بالهم بانه يمكنه فهمتيني في اطار يعني تعامل تيديروا تيسحبوا حتى هادو الانتربول تيخدموا بباك صاحبي وداك الشيء راه كاينه مؤسسات في هادشي الانتربول داخل الانتربول كاينه مؤسسه مستقله لمراقبه الانتربول نفسه فهمتيني باش تعرفوا راسكم مكلخين بمعنى الكلمه والله حتى مكلخين اش من مخابرات اش من زبل المهم ما عليناش فاش انهم ضغطوا على الانتربول الانتربول ما تقبلش انا التبتيزات صيفطات لهم قال لهم هاد الناس هادو اللي عطيتو لنا يعني المذكره في حقهم وكذا راه ما عندهم حتى شي علاقه لا بالاجرام لا بالارهاب لا والو شطبوا عفاكم على هاد الناس هادو حيدوهم لا ليست غوش كيفاش انا نكون مسافر ويوقفني بوليس يقول لي كذا ونمشي انا للمركز ديال الشرطه يقول لي ما عندك والو فهمتيني سمح لينا سيدي مسيو فهمتيني سمح لينا وكذا 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 ولا تتوليو يعني تحطوا الناس في مشكله فهمتيني وهذا الشيء انا ما خدامش هنا لان كاين هنا مؤسسات فهمتيني كاينه مؤسسات فهمتي راه البوليس ترفع عليه دعوه هنايا يعني المخابرات براسها ترفع عليها دعوه في القضاء الا عندك ما الا عندك شي دليل وكذا راه ترفع عليها فالمهم موراها الخوت خرج هذاك المعهد ديال واحد المنظمه اللي تتبع هاد الناس هادو اللي تيديروا يعني غسيل الاموال وتمويل الارهاب هكذا كان الرد من اوروبا فهمتيني يعني هذيك البساله ديالكم وداك الشيء خليوه عندكم في المغرب فهمتيني حنا هنا يا اما تعاملوا معنا باحترام وبلا ابتزاز وبلا والو في اطار القانون فهمتيني والمصلحه الوحيده اللي كاينه هي احترام القانون فهمتي راه هما نزلوا عليهم فهمتيني قال لك المغرب فهمتيني تحت المراقبة والسبب هو غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه راه رسالة للحموشي ورسالة لديك ياسين المنصوري اللي تيفتح يعني هنا في أوروبا السفارات ديال الرحلات وكذا وكذا وجمع راسك أولدي راك راه تنتا وقيلا غادي يدير لك شي مذكرة دولية في اعتقالك أما بخصوص الجلاد الحموشي فهذاك راه غادي يعتقلوه في الأخير فهمتي هذاك راه الشهادة المخزن مستعد أنه يتنازل عليه فهمتيني كاين اللي عوضو فهمتي هذا كيديروا ليه بحال كما داروا الاخر اش يسميوه البصري فهمتيني مصير البصري ينتظروا فهمتيني وراكم عارفين المصير ديال الاجهزه الامنيه اللي كانت اشد قمعا وقتلا وسادية في عبد الحسن الثاني ماذا جرى لها في الاخر كان يجب النظام اللي كيستمر النظام السياسي الملكيه الديكتاتورية الداعشية إمارة المؤمنين ديال محمد السادس لكي تستمر كان من الواجب أن يتخلصوا من النظام القديم أو الأسماء ديال النظام القديم فهمتي فراكم تتشوهوا في راسكم فهمتيني أنا ما تفهمش ليا الفكر ديالكم علاه أنا فاش نجي عندي شي واحد يقول لي المخابرات اش عندي ماكم فهمتيني نتوما تتعرفوا تمارسوا التبيضيق وداك الشيء في المغرب فهمتي عندكم شي في المغرب تتعرفوا تمارسوا التبيضيق لان علاش لان القضاء في يديكم فهمتيني البوليس في يديكم المؤسسات في يديكم فهمتيني تيولي يعني داك حتى داك القاضي اللي غادي تصيفطوا ليه الملف ديال شي واحد مسكين اعتقلتوه ظلما وبهتانا كما درتو مع سليمان الريسوري كما درتو مع عمر راضي كما درتو مع معطي مونجي كما درتو مع عدد من الاسماء فهمتي فاش نقول لكم القاضي اللي غادي ياخذ القضيه اصلا قايلين ليه الحكم وشحال وكذا كلشي الملف دايز ليه
وتيجيو في الاخر فاش حنا كحنا كاحرار تنوضوا يعني ننتقدوا هاد المؤسسات اللا شرعيه، المؤسسات الفاسده فهمتي، الفاشيه فهمتي، تيسميونا بال تي يقول لك نحن نقوم بتشهير بالمؤسسات وتبخيس عمل المؤسسات. اي مؤسسات بعدا كون عندك شي مؤسسات بعدا فهمتي، تتحترم القانون، تتحترم المساطير فهمتي، وانتم تتختطفوا عباد الله. شحال واحد اختطفتوه من الدار مع ثلاثة ديال الصباح، هرستو عليه دارو واختطفتوه المخابرات ودوزتو ليه تهمات الارهاب، منهم هذاك الطبيب اللي جا من كندا اللي كان وجه يعني الرساله لمحمد السادس، هذاك راه اتهموه بالارهاب، ما عنده حتى شي علاقه بالارهاب السيد فهمتيني. وهاد القضيه ديال الارهاب ولات عندهم يعني ان بيزنيس، ولات ايزا بيزنس يعني، ولات عندهم بحال خايفلو الصحيحه، لان اوروبا تدعمهم باموال طائله في اطار محاربه الارهاب وكذا، فهما خصهم يصنعوا دابا الارهاب باش يبقاو ديما يتلقاو هذيك الفلوس، هذيك الملايين اللي تلقاوها من اوروبا محتاجينها، لذلك ما كاين غير فق لمو فهمتيني. علاش تشوف الحموشي قال لك تيفكيك يعني كل يعني ما يقارب يعني اش نقول لك، كل شهر تيفكك خليه، وكانه هو انت مالك زعما كاع الخلايا اللي فكها هذا الحموشي هذا اكبر يعني من الخلايا اللي فككتها الدول العالم مجتمعة يعني في السنوات كاملة. فهنايا فهمتيني وتيسحب راسو بأنه راه فعلا انت راه عارف انك تكذب على راسك فهمتي. ومعمل في طنجة الخوت اللي غرقو فيه 28 شخص فهمتي، وحنا تنعرفو الدور ديال المقدم تيشمشم يعني الخويرة فالح، وراه ما عرفوش فين كاين، قالك معمل سري. علاش هادشي كامل اللي كي يتنصلوا من المسؤوليه فهمتيني، وهذاك التحقيق اللي فتحوه اين هو؟ الا كنتو فعلا مؤسسات كما تتقولوا، فاين هو التحقيق ديال فاجعه طنطان؟ فين هو التحقيق ديال النساء اللي ماتوا في الصويره بسبب يعني خنشه ديال الدقيق ديال الحمير؟ وفين هما يعني التحقيقات ديال مفاتيحها اللي حرقات راسها بسبب ان الحيوانات يعني ضربها واحد من القواده ديال محمد السادس اللي دخلهم يعني اللي سميتو تعينهم بظاهر شريف فهمتيني. اين هو تحقيق يعني ديال سميتو الملعب ديال الكره اللي غرقوا فيه الناس، وتحقيقات وتحقيقات وصولا للتحقيق ديال سميتو ديال هاد الناس هادو اللي غرقوا في طنجه، اين هو يعني التحقيق؟ اي تحقيق؟ نتوما تبغيو تنصلوا من المسؤوليه. على دابا هاد المخابرات الحموشي ما عرفهاش المقدم اللي قالك هو العين الساهره على استقرار البلاد وكذا، علاش ما جبتوش الحيوانات بان كاين هناك معمل يعني سري تما زعما ما كنتوش عارفينه، رغم ان القناه الاولى الاسبانيه دارت تقرير في هاد المساله هذا، وراه الفيديو عندي فهمتيني، وتحدثت على المعامل فهمتيني اللي تستغل يعني العمال في منطقة الشمال وخصوصا في طنجة، ورغم ذلك استمرت هذه المعامل في العمل فهمتي. وراه هنا باش نعرفك ذكي، هنا خصك توري ليا، ولا نتوما مولفين ديما تخوروا بنادم فهمتي، تعرفوا غير تخوروا ولكن ما تبغوش تخوروا، لا نتوما اذكياء. وتيجيو تيتهمونا حنا فاش نهضروا معاهم في اطار يعني المنطق وفي اطار الكرامه وكذا وفي اطار الدفاع على الناس هادو اللي ماتوا مسكين يعني ضحايا ضحايا. وصاحبي معمل ماتوا فيه 28 واحد ماتوا فيه، وقال لك خرج باين في تم تم، قال لك المعمل كان سري وما عرفناش فهمتي. صافي صافي جمع القضيه الله يعاون، وكان هذوك الناس اللي ماتوا تما مجرد دبان، وهادشي اللي تنهضروا عليه والعياشه تيقول لك الفتنه فهمتيني. الناس تموت بهذه الطريقه هذه، وتجي نتايا تقول لي انا على الوطنيه، اتفو على امك انت وديك الوطنيه ديالك، انا ما تنعترفش بهذا النوع ديال الوطنيه، انا ما تضحكش عليا بالعاطفه، اذا كانت العاطفه ديالي غادي تثور فستثور من اجل الحق وكفى فهمتي، لن تثور من اجل باطل كيف ما كان فهمتي، وكيف ما كان يعني الصاحب ديال هذاك الباطل فهمتي، واخا يكون تيقطع الريوس في الشارع فهمتي، يكون تيتيري في عباد الله بالفراده ويكون مافيوزي، راه ما نوقفش معاه فهمتي، ولو انني اعلم ان ذلك هو اخر يوم في حياتي غادي نقول كلمه الحق.
فهمتي تقبلها بحال هكا. وعاد تيجي تيقول لي العياشي واش صبتي دواك، شوف دابا الحمير هادو اش نقول لك، شوفوا دابا العقليه ديال هاد بوكمله هذا، هاد بوزبال ديال العياش، هاد المجانين هادو ديال الذباب الالكتروني ديال الحموشي، راه مجرد حماقه صاحبي. تصور معايا في القضيه ديال القاضي قنديل الذي يعني فضح يعني قضايا ديال الفساد داخل المنظومه القضائيه في المغرب. عرفتي شنو اتهموا؟ اتهموا بالجنون، وبغاو يدوزوا الصبيط الحمار شاف العياش صاحبي. انا يقول لي شكون اللي مجنون دابا؟ من يفضح الفساد فهو مجنون، فهو مختل عقليا، ومن يعني يدعم الفساد ويسكت على الفساد وكذا وكذا فهو انسان عاقل. فهمتي بغاو يعني يفرضوا عنا اننا حنا نطبعوا مع الفساد ديالو، ولكن لا، نتوما العياش راكم يعني كامل الاختيار. طبع انت راه اصلا تتصيفط اختك للسعوديه تدبر عليك. ما حنا اخويا عندنا واحد الكرامه، حنا مغاربه باقي عندنا لي جيني ديال الاجداد، فهمتي لي جيني، فهمتيني لي جيني ديالنا ماشي هي لي جيني ديالكم. لذلك فاش تسمعوا الخطاب ديالنا حنايا فراه فهمتيني تشعرون يعني بالحقاره ديالكم، ونحرجوكم فهمتي، وتنحرجوكم بزاف. واو تجي تقول لك البح دابا وعند بالو راه تيدير شي حاجه في خير، راه نقول لك العياش انت اخرتك ربما تدخل شي لشي كوميسارية يشبعوك ديال امك تصرفك ويدوزوك للحبس واخا انت مظلوم فهمتيني، واخرتك مشيت شي سبيطار تبغي الدواء وكذا وكذا ما يداويكش يخليوك انت تما تموت ومن تما المقبره فهمتيني. هذا هو يعني المصير ديالك، وتجي انا تنبح عليا بان البلاد كاينه هناك يعني عندنا شو يسميوهم، عندنا بلاد الامن والامان. اش من امن واش من امان عند باباك الكلب؟ واش هذا هو الامن والامان فهمتيني؟ نتوما والله الا عرفتي شنو راه خلاه، قال لك تقتلون يعني اسود بلادكم لتحكمكم يعني الضباع بلادكم، يعني الكلاب اللي كيتحكمكم الكلاب، فانتم تساهمون وتساعدون الكلاب في قتل الاسود فهمتيني. هذا هو يعني لو شنقول لكم، هذا هو هذه هي الدور ديالكم في الحياه فهمتيني. وتنتظرون منا حنا اننا نحترمكم ونحترموا هذيك الوطنيه المزيفه ديالكم اللي تعيشوا فيها، وداك الخيال العلمي اللي تعيشوا فيه بغيتونا حنا نحترموه فهمتيني. ناصر الزفزافي قال لك تم اغتصابه، عديد من النشطاء تم اغتصابه فهمتيني من طرف المخابرات وكذا. وتيجي انا عياشي بدا يخطب عليا سيدنا بدا ما نحترم انا لا سيدك الاول، انا والله نلقى سيدك في اوروبا تنضربو بالبيض ولا بمطيشه نشوهو فهمتي، نبدا نغوت ونتحداه شي نهار يكون جاي فهمتي شي بلاصه ونكون انا تما والله تنعجبكم في سيدكم فهمتيني، بكل رجوله بكل رجوله عقلوا على هاد الهضره، نعجبكم في سيدكم والله ما كاين ولدي غير مطيشه وبيض لايف داك الشيء. قلبي بارد من هذيك الجهه فهمتي، قلبي بارد والاعصاب ديالي بارده من جهته فهمتيني، فهمتي ولا كان دمي سخون راه تيسخن وتيغلي على ودي الشعب المكلو، وعلى يعني الشباب القابض على الجمر اللي مسكين يعني اليد باصره واليد قاصره وما قادش يعني يدير شي حاجه ومغلوب على امره. هادو هما اللي يعني تيغلي الدم ديالي معاهم. اما نتوما العياشه دم دماؤكم بارده نفوسكم بارده، يعني ديوتيون يعني تعيشون من يعني فروج اخواتكم يعني اللي كاينين في الخليج وكذا، فما تجيش انا تهضر عليا على الكرامه والوطنيه وكذا بزاف على امك اللي بيع اختو يبيع كل شيء فهمتيني. بالخصوص نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو يعني هاد الزيادات اللي زاد خصت، راه كاينه حرف الصحراء، وكاين يعني لو موند الفرنسيه هضرات على ان البوليزاريو تقصف يعني مناطق في كاينين تكنات ديال ما يسمى بالجيش ديال المرتزقه ديال محمد السادس. وعلاش تنقول المرتزقه؟ لان انا ما يمثلنيش جيش مغربي فهمتيني حقار فهمتيني، تيشدوا واحد تيقولوا ليه امير المؤمنين فهمتيني، هو اللي شاد الجيش وتيمشيو يخدموا يعني المصالح ديالو، وفوق تما كانت يعني المصالح ديال الديكتاتور محمد السادس والحاشيه ديالو والعائله ديالو، فهما تيدافعوا عليه فهمتيني. فانا هذا الجيش هذا لا يمثلوني فهمتي، الجيش لا يمثلني، هو اللي يكون جيش وطني ديال الشعب. شوفوا حتى الاسم ديالو جيش
القوات الملكية الجوية، القوات الملكية البرية، القوات الملكية تماما كل شيء بديتو مالك يا صاحبي. بقى لكم غير الطواليط، باقي في ديك البلاد تاير تكتبوا الطواليط من فهمتي الطواليط ملكي ودخل ليه فهمتيني. انا والله لا اش نقول لكم، هادشي اللي بقى لهم يعني يديروا لنا اي حاجه ردوا ما يعني ملكيه صافي. التلفازه اللي تتفرجوا فيها بدل دير ما ديك صوني ودير فيها ملكيه علويه حتى هي فهمتي. البي سي ديالك حيد منه، كان عندك شي اسيري ولا شي اسوس حيد منه الاخر وكتب باباه ملكيه علويه انت كاع على العياشي وهنينا من هاد الشيء هذا. فاش نقول لكم، ففي اطار هاد الشيء هذا فالبوليزاريو اللي تدافع على الشعب الصحراوي البطل الصامد قصفات بعض المناطق في الصحراء الغربيه المحتله من طرف المغرب ومن طرف العلوي محمد السادس امير الدواعش. فهنايا الجيش المغربي ولا الجيش المخزني ديال محمد السادس ديال المرتزقه تيضرب هاد المناطق هادو، تيضرب يعني بي 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 تيقصف يعني بقنابل او بصواريخ يعني شنقول لك غاليه بزاف. وهو فاش تيقصف بهاد القنابل اللي هي غاليه هذا تيكلف خزينه الدوله لانها حرب، والعياشي تيصحابو فاش تيصفق عليهم تيقول لك الجيش ديالنا الكركارات وعلى هذه الماريكا فهمتيني وفرحان وكذا. هو يبدا يخلص دابا فهمتي، راه الكركارات يعني راه المنطقة ديال الصحراء الغربية. علاش السيدي إلا ما كانتش فيها الحرب، بلاتي إلا ما كانتش فيها الحرب علاش المجال الجوي ديال الصحراء الغربية مغلوق؟ وأجي نقول لكم واحد القضية أخرى، شكون اللي شاد المجال الجوي ديال الصحراء الغربية؟ شكون اللي تيراقبو؟ إسبانيا هي اللي تتراقبو، وماشي في المغرب، ماشي ما دخلش تحت السيادة المغربية. ونزيدكم المغرب يعني حتى في المجتمع الدولي شنو اللي شنو عاطي المغرب في الصحراء الغربيه؟ غير المجال الاداري، مكلفو بمجال اداري وليس يعني اقليم الصحراء الغربيه تحت السياده ديالو فهمتي. المغرب باغي يعني يقول بالمجتمع الدولي وباغي يعني اش نقول لكم شي يقولوا يعني باغي يعني يوهم المجتمع الدولي، باغي يشوف يدير شي قالب باش انه ياخذ الصحراء باي ثمن فهمتي. واخا يعرف انه يشري يرشي عباد الله كاملين فهمتي. فالمغرب راه ما عندوش السياده ديالو، حتى شي حتى داك البرويطه ديالكم وزير الخارجيه ولا الملك ديالكم فاش تيهضر مع الاخر تيهضر في البرقيات ديالو الدبلوماسيه راه ما تيهضرش على الصحراء المغربيه وكذا. لا لا ما يقول الصحراء المغربيه عرفتي، يردوا يضربوا بهذيك فهمتيني، ضربوا شي دوله بهذيك البرقيه ديالو غتضربها لي في وجهو. تيقول الصحراء تيقول الصحراء الغربيه بخصوص مساله الصحراء الغربيه فان هناك مشاكل وكذا وكذا فهمتي. فما ما كاينش القضيه ديال ان راه ماشي تحت سياده المغرب فهمتي. والمجال الجوي شاده اسبانيا فهمتي، اسبانيا هي اللي تراقب المجال الجوي وهي اللي خرجت ديال القرار ديال المنع يعني الطيران في الصحراء الغربيه. وعلاش يمنعوا الطيران وعلاش يغلقوا المجال الجوي في الصحراء الغربيه الا واذا كانت حرب فهمتي. انا هادشي اللي تنعرف علاش بنادم غادي يشد اي غلق يعني المجال الجوي. تقول لي لا كورونا تما، ولكن لا ما عندكمش حاله كورونا في الصحراء، ما كايناش يعني ما ليس هناك يعني ما يثير الى القلق فهمتي حسب منظمه الصحه العالميه. فاش نقول لكم، فهنا تيبان بان هناك حرب فهمتي، ولكن المخزن تيبغي يلعب لكم العقول ديالكم. الاعلام ديالو يروج يعني اش نقول لكم الخرافات والاوهام فهمتي. وهاد الشيء هذا راه تعيشوه وغادي تدفعوا الثمن ديالو. علاش؟ لانكم نتوما تصفقوا للمخزن. علاش نصفق انا للمخزن؟ كيف ما كان انا ما نصفقش للمخزن، لانه عرفتي شنو قوالبي ونصاب هاد الشيء هذا هو المخزن. قوالبي شي قوالبي فهمتي، غيجرك من هنا ويضربك من هنا، تيدير معاك سياسات كما تيديروا معاه السيادو دابا سياسه العصا والجزاره، وراه حتى هو تيدير هذاك الشيء مع المغاربه سياسه العصا والجزاره فهمتي. تيوريهم العصا من هنا والجزاره من هنا، بغيتي العصا ولا بغيتي الجزاره اخويا انت وخاطر، هي باش بحال تقول شي راعي الغنم غادي بهم بحال هكا. هذا هو المخزن.
وخرجوا شي ناس دراتهم العاطفه تيقول لك الصحراء والوحده الوطنيه، شو وحده وطنيه ماشي وطنيه، بزاف عليك تكون يعني بزاف عليك تكون وطني. الاستيلاء على ارض الغير لا يدخل يعني في اطار الوحده الوطنيه، فهمتيني؟ عندما كان الشعب الصحراوي يناضل ويقاوم ضد الاحتلال الاسباني، اين كنتم انتم؟ فهمتي؟ وعندما كان يعني الملوك الاسبانيون يراسلون السلاطين العلويين الخونه في السنه ديال 1800 1700، رجع لكم انا حتى بالتاريخ، فهمتي؟ شنو كانوا يقولوا يعني السلاطين العلويين؟ كانوا يقولوا بان تلك المناطق ليست تحت السيطره ديالنا ولا علاقه لنا بها، فهمتي؟ هذا الشيء راه كاين. فهمتي؟ دخلتي الفيديو ديالي في قناه في يوتيوب، راه كاين واحد الفيديو تنهضر لكم انا بالتواريخ في هذا الشيء هذا. فاش نقول لكم؟ وفي الاخر تجيو عندنا حنايا وتقول لي الصحراء مغربيه، انت شنو حطيتي فيها؟ انت مشيتي تدافع على الحسن الثاني وتدافع على السياسه الحقيره للحسن الثاني، فهمتي؟ وهذا الشيء هذا رجعوا للانقلاب 1971 وانقلاب 1972، فهمتيني؟ شنو وقع تمايا؟ باش تعرفوا يعني شنو الحسن الثاني فاش تزير عليه القضيه، يعني عندما يعني قتل يعني اغتال تقريبا جميع الرموز السياسيه، السياسيين اللي بغاو فعلا يزيدوا البلاد القدام، فهمتيني؟ قتلهم كاملين. شنو اللي بقى للمغاربه ديك الساعه؟ هو انقلاب عسكري باش لكي ينقذوا البلاد، فهمتيني؟ فالمخزن شنو؟ سمحوا لي انا جاني واحد الاتصال في الهاتف باش نكمل. فالحسن الثاني من بعد الانقلابات هذه شنو بقى للشعب المغربي؟ عفوا، بقى ليه هو انقلاب عسكري. هاد الضباط الاحرار في المغرب شنو قالوا؟ قالوا نديروا انقلاب لكي ننقي الشعب المغربي. ولا رجعتوا حتى المذكرات ديال صالح الشاب اللي كان داروه في هذيك الشهيد على العصر، تكلم على هاد القضيه هذه، قال فين مشاو الميريكان ورجعوا المغرب يعني تغيرات يعني الحياه ديالهم، ان في الميريكان كان عندهم يعني سائق خاص، كانت يعني الماكله تواضع، يعني واحد المعامله راقيه للطيار، يعني الانسان اللي تيكون طيار فهمتيني في الجيش. وكيفاش جاو المغرب يعني قال لك تعرضوا الى التهميش من طرف الحسن الثاني ومن طرف المؤسسه الهلكيه، فهمتيني؟ وبداو تيشوفوا قال لك بان تيشوفوا القاده السياسيين يتم يعني اغتيالهم وكذا وهذه، بينما يعني تيشوفوا في الشعب باش انه ربما يقد ياخذ بزيمه من الامور ويدير شي تغيير، كانوا تيشوفوا في الشعب وتيشوفوا بانه يعومه، فهمتيني؟ في واحد الجهل. فتما فاش اضطر الجيش بان يقوم بانقلاب عسكري في المغرب، جوج انقلابات، انقلاب ديال الصخيرات وانقلاب ديال القاعده الجويه ديال القنيطره، وما نجحوش للاسف. انا كنت نتمنى كون نجحوا على الاقل ما نشوفش هاد الخليقه ديال العياشه. والغريب في الامر ان فاش وقع الانقلاب هادي كانوا خرجوا العياشه تقولوا يسقط الملك، والعياشه العبيد وحق الله. وتصوروا في الانقلاب ديال الصخيرات كانوا العياشه العبيد ديال الاقصر، كانوا تيجيو عند الضباط تيقولوا لهم خليونا نمشيو عفاكم انا نقول لكم فين كاين الملك، لان الملك ديالهم كان يعني مخبي بحال شي فار، فهمتي؟ تعرفوا الشجاعة الملوك، قالك العياشة اودي شنو الشجاعة عند الملوك هذا؟ العياشة تيقاروني بديك شجاعة الملوك، لقاو حسن تاني مخبي في طواليط اصاحبي، وحق الله اصاحبي مخبي في طواليط، وا مشكلة يعني. فاش نقول لك كانوا بعض العابد تيخرجوا عند الضباط الاحرار تيقولوا لهم عافاكم قولوا لنا فين كاين، نقولوا لكم فين كاين الملك وخلينا نمشيو بحالنا، تيبوسوا رجليهم. تصوروا العبيد ديال القصر هادو اللي تيقولوا اوه طوف مرسي لي وداك الشيء، فهمتيني؟ فاش نقول لكم؟ بلاتي نبلوكي واحد العياشي برزطني، نبلوكي عاوتاني واحد الكلب هنايا تا هو برزطني، فهمتي؟ ما عندكمش، فهمتيني؟ باش نكمل لكم اخوت الموضوع، فاش سميتو عافاكم بارطاجيو هاد الفيديو. انا راه تنشوف اللايف تيتعرض يعني للقصف من طرف العبيد العياشه، فهمتيني؟ انا كلامهم كلامي يضرهم، ما بغاوش انسان يكون عنده راي،
فهمتيني؟ لا يحبون الانسان ذو الراي، اللي عنده الراي، اللي عنده الراي. عفاكم خصوصا الاخوان ديالنا ديال الصحراء الغربيه وكذا، عفاكم بارطاجيو هذا الفيديو هذه وهذه الصفحه هذه مع الاصدقاء ديالكم، فهمتيني؟ في الفيسبوك، لانه مغلقوا لنا الصفحه الاخرى اللي كنا تنديروا فيها اللايفات ديالنا وتنهضروا. حنا هنا فقط ندافع على المستضعفين، وندافع يعني على المظلومين، ونحتقر الدكتاتوريين والطغاة والكلاب التي تمارس الظلم والحقرة على الشعوب، لا على الشعب الصحراوي البطل، ولا على الشعب المغربي المغلوب على أمره. فلكي نكمل، رأنا الحسن الثاني يعني اغتال يعني جل إلى جنا نقوله للقادة السياسية، وقعوا جل انقلابات. فاش وقعوا جوج انقلابات تصوروا سنة 1973 غادي يبدا هاد المشكل ديال الصحراء، لأن الحسن الثاني كان شنو تيقول؟ قضى على جيش التحرير، فهمتي؟ الجيش التحرير اللي هو جيش وطني ديال الشعب، اللي كان فعلا تيقود يعني حملات لتحرير مناطق المغرب في الجنوب، اللي هو جيش التحرير. البوليزاريو عندما كانت يعني تحارب الاستعمار الإسباني، بعثت يعني برسالة إلى الحسن الثاني بكي يعني يمدهم بمساعدات أسلحة وكذا وكذا، وقال لهم الحسن الثاني بالحرف: لا علاقة لنا بالصحراء ولا أستطيع مساعدتكم. هنا صافي رفعت الأقلام وجفت الصحف شوية. العميل هذا الكلب اللي سميته محمد، اللي سميته الحسن الثاني، فهمتيني؟ فاش يعني بغى يبعد يعني الجيش، لان الجيش كان باغي يدير تغيير في المغرب، فهمتيني؟ وياخذ السلطه ويردها للشعب، فهمتي؟ ولنا يعني خير مثال في الانقلابات اللي وقعت في كوريا الجنوبيه، لان هضرت في هذا الموضوع شي يعني تيهضروا لي على كوريا الشماليه. لا، كاين فرق ما بين كوريا الجنوبيه اللي هي شي وكوريا الشماليه. كوريا الجنوبيه بوحدها دوله ديمقراطيه بمعنى الكلمه، واصله. فالانقلاب اللي كان وقع يعني في كوريا الجنوبيه، كان جا داك الانسان العسكري الاستبدادي، فعلا كان استبداديا، ولكن هذا هو اللي غادي يبني النهضه للشعب الكوري الجنوبي. علاش؟ لان كوريا الجنوبيه ديك الساعه كانت تعيش يعني كانت تعيش على الزراعه، زراعه الارز، يعني الروس هي اللي كانت تصدر وكانت المنتجه ديالو، هذه هي كان يعني بحال تقول هذا هو الاهم يعني اهم يعني حاجه عندهم في الاقتصاد، هي تصدير الارز. ولكن جاء الانسان هذا، هو عسكري ذو خلفيه عسكريه فعلا، جاء وغير انفيستا، استثمر في التعليم، استثمر في الصحه، استثمر في الصناعه وكذا، وراه بسببه، سمعتوا الخوت؟ راه بسببه، اسمعوا، راه بسببه بسبب ديالو صنعوا لنا الكوريين الجنوبيين، صنعوا لنا واحد الشركه سميتها سامسونج. راه هو اللي بدا شركه سامسونج، وبدا عده شركات، فهمتي؟ باش نكونوا واضحين، كاين هذه الفكره هذه، راه ما كاينش عند العياشه، هما مرفوع عليهم القناه. المهم، فمساله اخرى هي ان الحسن الثاني فشل بان الجيش عينه على السلطة والتغيير والسياسة وكذا، شنو قال؟ قال راه نهمش الجيش هذا، فصنع يعني مشكل في الصحراء الغربية، وفهمتيني؟ وصيفط الجيش للصحراء الغربية، كاين صيفط غير أحسن ضباط، هما اللي صيفطهم تما، كاع الضباط الوطنيين وكذا، لأن كانت عنده استخبارات داخلية تجمع المعلومات على الضباط، حتى أنه قبل أن يضع يعني الضباط ديال 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 انقلاب لا الصخيرات ولا انقلاب القاعده الجويه العسكريه سنه 1972، شنو دار؟ كان وضع تمايا خليه ديال المخابرات تتجسس على الضباط اللي كانوا فعلا ضد الملك، وهذوك اللي كانوا ضد الملك راه صيفطهم للتنظيمات، بينما عفى على وحدين لم تكن لهم علاقه بالموضوع، ربما يعني دخلوا في هذيك المعركه وما كانوش عارفين بان هناك انقلاب. يعني جميع الناس الذين يعني سميتهم انتقم منهم الحسن الثاني كان يعلم جيدا بانهم لا يحبون الملكيه ويكرهون وينبذون يعني الدكتاتور السفاح الحسن الثاني. هذه كمعلومه وصافي. وهذه الشهادات وهذه المذكرات راه كاينه في عده كتب،
راه نقدر نحط لكم انا كاع المراجع الى قريته في مذكرات احمد المرزوقي، وكاين واحد الكتاب اخر ديال نسيت على العنوان ديالو بالفرنسيه، كنت قريته هذه مده، وكاين كتاب واحد في غمار السياسه باش تعرفوا شكون هو الحسن التالي وشكون هو ولي العهد وكذا، باش تعرفوا يعني شكون هو. قراو كتاب ديال عامل الجابري في غمار السياسه، وغادي تقراو يعني الشهادات ديال الناس اللي عاشوا هذيك الحقبه في التاريخ، فهمتي هذيك الحقبه التاريخيه، وتيقولوا يعني من خلال التجربه ديالهم وكذا. فاش نقول لكم، فمن بعد ان الحسن تان قال شنو ندير، غندير مشكل في الصحراء الغربيه، حتى ان عندما يعني قسمت الصحراء ما بين موريتانيا والمغرب في معاهده ما بات يسمى بمعاهده مدريد المشؤومه، اللي فرقوا اراضي ماشي ديالهم واستولوا عليهم وفرقوها ما بين المغرب وموريتانيا، نات موريتانيا ان البوليزاريو اثبت يعني واحد المقاومه الشرسه ضد اراضي والارض ديال الاجداد ديالو، فهمتيني، عطى الشهداء وكذا وحررها بزز، ما يعني ما اضطرت يعني اضطرت يعني موريتانيا باش ترجع هذيك الارض للبوليزاريو والشعب الصحراوي. وفاش ردتها ليه جا الحسن الثاني قال لهم علاش تردوها ليه، هو يصيفط يعني واحد جنود اخرين تما، كان هو باغي يتخلص من الجيش المغربي فهمتي، ما تبقاش عينو على السياسه ويتخلص منه، يعني ضرب عصفورين بحجر واحد. وهذا الشيء اللي دار صنع هذاك المشكل، هذاك المشكل صنعوه فقط فهمتيني لحمايه عرشه، وليس للدفاع لا على الوحده الوطنيه ولا على التراب الوطني وكذا. ونزيدكم خير دليل هو هذيك المسيره ما يعرف المسيره الخضراء ولا الخرداء، هذيك ديال الخرده. فراش نقول لكم، اصلا كان اتفاقيه ما بين الملك، لان الوثائق ديال السي اي اي اللي كانت خرجت كانت هضرات على القضيه هذه ديال ان كان هناك يعني اتفاق مسبق ما بين الملك الحسن الثاني واخوان كارلوس ديال اسبانيا، اتفقوا وقالوا بان غادي نديروا، هو الملك كارلوس قال لهم لكي لا نحرج يعني الجنود الاسبان، لان كانت عندهم واحد كما تنقولوا عندهم واحد الكبرياء وكذا، انهم يخرجوا من المنطقه هما محتلين ويعطيوها المغرب يحتلها فهمتيني. فاش نقول لكم، قال لي خوان كارلوس راه المنطقه فينا توصلوا وما يفوتوهاش المتظاهرين، وكل شيء كان يعني فهمتيني، كل شيء كان يعني مرتب. وهذا الشيء راه هضر عليه حتى هنري كينسنجر، يعني اش نقول لك، مهندس يعني السياسات لا في شمال افريقيا ولا في الشرق الاوسط ولا في اسيا ولا كذا. فاش نقول لكم، سميتو كان اصلا اتفاق تما، يعني هذا الشيء كامل كان مجرد تمثيليه فهمتيني، ودفع بابناء الشعب المغربي الى حرب ليست حربهم، والى للحرب في ارض ليست بارضهم وكذا فهمتيني. وفي ذاك الاثناء يعني انهك الجيش، شوف الجيش دابا المغربي اين يعني وصل به الحال، اصبح الجندي المغربي عامل نظافه او انه يغسل يعني الملابس الداخليه لشي يطمو كونيل ولا شي كوموندو ولا شي اجودان شاف ولا شي لعبه بحال هكا فهمتيني. هذا هو اللي اصبح يعني الجيش، يعني تم تهميش الجيش فهمتيني. حنا فاش نهضروا على الروح القتاليه كاينه اكثر عند الشباب الجيش الصحراوي اكثر من المغربي، علاش؟ لان هذوك هما اصحاب الارض، وراه ضباط هضروا على هاد القضيه هذه، الناس اللي تياكلوا العصا قدام البرلمان اللي هما كانوا فايتين شاركوا في حرب الصحراء، شنو تقول؟ تقول الماكله اللي ما تجي توصل للعسكر في الصحراء حتى تكون خامجه فهمتي، ما فيها ما يتكال فهمتي. وبنادم اللي حارب 17 عام 20 عام جا قدام البرلمان عطاوه الزرواطه وخرجوا ليه يعني تقاعد فيه 60 درهم 300 درهم، وتقول لي انت وطنيه، اش من وطنيه صح؟ بينما برلماني تيشفر وتينهب وكذا وتياخذها 50-30 ألف درهم في الشهر، 50 ألف درهم في الشهر، يعني ما يزيد على 3 مليون 5 مليون في الشهر، ودا تجي نتا العياشي تهضر لي انا على الوطنية، واش نتا صافا با؟
فهمتي هادشي كامل غير شنو قلتي استغلوكم ولا بقيتو غاديين وسمحتوا لهم انهم يستغلوكم بهذه الطريقه هذه راه غادي توصلوا يعني اش نقول لكم الهويه وغادي يستغلوكم وغادي يديروا فيكم ما بغا وحنا فاش راه هادو كاع اللي تي الخوت نقول لكم واحد القضيه هادو كاع اللي تيعلقوا هنا راه الذباب ديال الجيش الالكتروني لمحمد السادس هما اللي تيعلقوا هنا راه ما عندهم ما كاينينش العياشه راه تنقول لك بنادم مغربي بعقلو راه يتصنت لهاد الهضره هادي ويعرف على الشندوي فهمتيني لان الانسان علاش انا نجي نكذب عليك لان تنقول لك انا الحقيقه سواء نتقبلها سواء علاش انا ندير هادشي كامل باش نكذب عليك شنو مصلحة عندي انا بهذا الشيء مصلحة وحده هو اظهار الحقيقه وتبيينها فهمتي هادشي اللي كاين والزيادات اللي زادوا عليكم بغاو ينهكوكم يعني المواطن المغربي غادي تكون كاينه حرب في الصحراء الغربيه غادي تحس بالضغط مزيان غادي يزيدوا عليك مزيان غادي تولي اخويا انت تولي تفكر غير في الكرا ديالك وفي الماكله ديالك وما غاديش يبقى لك الوقت باش انك تفكر لا في السياسه خصهم يلهيوكم وخصهم يستنزفوكم نفسيا وماديا فهمتي يستنزفوكم حتى ما يبقاش لكم يعني التفكير فين توليو تقدروا تفكروا فهمتي بانهم يستغلونكم بان هناك حرب وهادشي مؤثر عليكم وكذا هما ما بغاوهاش توصل لهداك الشيء لذلك فهما تيخبيو يعني ماذا يجري في الصحراء الغربيه المهم الخوت هذا هو الموضوع ديالنا وانا تنطلب من جميع الناس اللي تيحبونا واللي تيتابعونا انهم يبارطاجيو لي فيديوهات ديالنا ويضيفوا يعني الاصدقاء ديالهم في الصفحه لان جايه مواضيع يعني سخونه بزاف فهمتي هادشي في هاد الصفحه هادي انا حاليا نحاول يعني نجمع يعني المتابعين من جديد في هاد الصفحه هادي باش اننا نكملوا الطريق ديالنا في فضح فهمتيني هذا النظام الاستقلالي الدعشوشي ديال امارات المؤمنين قال لك علاش تدافع على البوليزاريو وما كتدافعش على المغرب اخويا راه تدافع على المغرب ديما حنايا حنا ماشي المغرب تندافع على المغاربه ديما حنا تنهضروا على المشاكل ديال المغاربه ولكن المشكل هذا المغربي اخويا نقول لك انا واحد الفكره نعطيك انا واحد الفكره على الناس هادو اللي حاكمين شكون هما لان انت خصك تفيق فهمتي المشكل ماشي في الشعب الصحراوي والمشكل ماشي في البوليزاريو فهمتي المشكل عندك في المخزن المخزن محا يعني الذاكره الشعبيه للشعب المغربي لم تعد له ذاكره فهمتيني كل اعياد الوطنيه ديال الشعب المغربي كلها تدور حول الملوك العلويين الخونه فهمتيني ها هو ثوره الملك والشعب وفين ثوره الملك راه ثوره الملك على الشعب فهمتيني داو الحكم وشنو نديرو تيقول لك العرش عيد العرش عيد كذا عيد الاستقلال الاستقلال باش نكحو الشعب المغربي كامل بديك الوثيقه تيسحبوا فعلا بانهم حقوا الاستقلال وكذا والسياده وهذه المهم حاو جميع الابطال ديال الشعب المغربي اللي ضحاو يعني في الدفاع يعني والتحرير المغرب من الاستعمار الفرنسي اللي دخلوه العلويين سنة 1912 فهمتيني هادو كاع محاوهم من الذاكره وعلاش الحسن الثاني لو كان رجلا وطنيا لماذا حارب جيش التحرير هذا هو السؤال اللي خصك تطرحه على راسك هاد جيش التحرير اللي مشهود له يعني في العالم كامل في الاربع جهات ديال العالم مشهود له يعني بالوطنيه وبالضمير وبالاخلاق وبالتضحيه علاش حاربوا الحسن الثاني علاش لان الحسن الثاني خائن فهمتي وما تجيش انا تقول لي غادي ندافع على المخزن اللي قتل جدودي واللي قتل المقاومين واللي ساهم يعني فهمتي ساعد الاستعمار الفرنسي والاستعمار الاسباني في قتل الريفيين وفي قتل المغاربه في كازابلانكا وكذا وكذا شكون اللي قتل المغاربه بدم بارد فيما يسمي يعني بثوره الكوميرا في كازابلانكا شكون راه الحسن الثاني اللي نزل يعني الدبابات وبداو تيقتلوا في عباد الله في كازا شكون اللي قتل الناس في مراكش شكون اللي قتل الناس في الناظور
في تطوان، شكون راه الحسن الثاني؟ تقول لي انت الممارسات هذه اللي دار الحسن الثاني في الدار، فما بالك بحق الشعب الصحراوي؟ تصوروا معايا وحده من الشعب الصحراوي اعتقلوها البوليس ديال المغرب، خواو عليها يعني لاسيد في الشعار ديالها، ما بقى لها حتى شي شعار. وهذه راه هي السيده تنتمي لواحد الجمعيه حقوقيه في الصحراء الغربيه في العيون. فاش نقولك هنا باش تعرف يعني الجرائم ديال النظام، فهمتيني؟ وتعرف علاش الشعب الصحراوي ما تيقبلش المخزن، فهمتي؟ وعلاش انا تنقول لكم راه تقرير المصير هو الحل، فهمتيني؟ الحل اللي كاين هذيك في الصحراء الغربيه، فهمتيني؟ خائن، فهمتيني؟ ولا تيقول لك دابا انت تيقول لك خائن، عندك شي خائن جيب شي دليل الحيوان. بزاف عليك انا تقول لي خائن، الخونه راه تيحكموكم ومجلسينكم على القرعه. واش دابا تصوروا معايا مخابرات تتغتصب ناس بالقرعه، فهمتيني؟ وتتجردهم من الملابس ديالهم وتتعذبهم. واخيرا القضيه ديال داك المعتقل البلجيكي المغربي دو يعني دو الجنسيه البلجيكيه اللي تعرض للتعذيب، وراه دي قضيه كبيره هذه، فهمتيني؟ تقول لي جردوا صاحبي من الملابس ديالو واغتصبوا زفزافي كذلك بالو عليه، جبدوا يعني الاجهزه التناسليه ديالهم وتيضربوه بها الوجه، شنو هادي؟ واش هادي اخلاق هادي؟ وشدوا الزرواطه تيخشيوها ليه في المؤخره ديالو، واش هادي دابا تقول لي هذا؟ واش هادو ناس وطنيين اللي تيحكموكم؟ واش انا غادي نوقف مع هاد الناس هادو قدام في الشعب الصحراوي؟ لا والف لا، حنا راه قلنا لكم راه ما يمكنش انت تجي تقول لي حكم ذاتي في الصحراء الغربيه، فهمتيني؟ في الصحراء الغربيه، فهمتي؟ وانت تنعس الشعب الصحراوي بالخونه وبالمرتزقه وبقطع الطرق والانفصاليين، وانت بغيتي تحكمو الشمريط، من سيقبلوا هادي؟ هادي راه شنو هذا؟ راه العباد ديال المخزن. انا ربكم الاعلى وانا ندير اللي بغيت. شنو بغيتو؟ الشعب الصحراوي حتى هو يدخل للزريبه وبقاو تشوفوه يعني تيبوس يدين ورجلين بحالكم نتوما، تيركع وكذا وتيقدس الملوك العلويين الخونه تاريخيا. واش بغيتو حتى هو تردوه يعني في الزريبه معاكم بحال العبيد؟ وفهموا الله يرضي عليكم، القضيه راه اكبر. ولا كان الانسان حر راه ما يبغيش الظلم، يا اما ان تكون حرا حرا ما تبغي ولا ما تكونش، لان ما تبغيش الظلم من شعب اخر. والشعب الصحراوي شعب مظلوم، ظلموه، ضيعوا المستقبل ديال الاطفال، فهمتيني؟ 45 سنه في مخيمات العزه والكرامه باش ما يركعوش للديكتاتوريه، فهمتي؟ وتجي انت في الاخر تبغيني انا نجي معاك انت نقول لك اه خويا الوحده الوطنيه اخويا؟ لا خويا ما كاين لا وحده وطنيه لا والو. شنو بغيتي العالم يعترف لهم بهذيك الارض كامله، فهمتيني؟ باش كل اللي غادي يحتكر الثروات ولاد اخنوش ولاد الملك، ها هو ولدو ولا ملياردير، 5 مليار ديال الدولار عنده في الكونت، ما عمرو خدم، ما عمرو دار شي حاجه. بنته الصغيره اللي كان عندها يعني عيد ميلاد البارح حتى هي مليارديره، 2 مليار ديال الدولار، يعني اصغر ملياردير في العالم. وتجي تقول لي مالك اصاحبي تيقول لك انا ملك فقراء وضارب لك يعني رولكس تسوى 175 مليون ديال الدولار، فهمتيني؟ مشى شرا ياخد 90 مليون ديال الدولار مؤخرا في الجائحه هذه، مشى شرا يعني قصر في قلب باريس ب 120 مليون ديال الدولار، فهمتيني؟ وهذيك الاموال راه بالاحرى عطاها الشعب المغربي مسكين اللي تيموت بالجوع واللي تيغرق بالفيضانات. وتجي انت تهضر لي انت على فهمتيني تهضر لي انا على الوطنيه وكذا؟ اش من وطنيه هنا بقات؟ راه ما بقات والو هنا، نتفككوا. الشيخ خويا كله يحكم راسو، الصحراوي يحكم راسو، السوسي شلح يحكم راسو، ما عندناش مشكل. غير انا ما نبقاوش شادينا بحال شي بقر، فهمتيني؟ داخل واحد الزريبه وهما اللي مستافدين، ومره مره يلوحوا لك شويه ديال الزبل وشويه ديال التفرتيت ويقول لك اه شبع، واش شبعتي ولا باقي؟ فهمتي؟ وهاديك الساعة هضر ليا، هاديك الساعة قول ليا كون كانوا تيحكموكم وطنيين وتنهضر انا هكا وتنكذب عليك. وهادشي اللي تنقول لك انت تتشوف في الواقع وتتلقاه راه ما كاينش. هاد السيدة راه تيهضر من شي كوكب اخر، ربما خويا تقول هاد السيدة راه في العجينة وكذا، ولكن فاش تنهضر معاك تهضر معاك في الواقع.
واحد قال لك سير بيع، وسير قال لك سير بيع السكر والزيت اللي تفهمها في السياسة. سير اخويا انت دابا راه زادوا لك في الزيت، شوف غير كدير تحل حريرتك فهمتي، شوف انت كدير تحلها فهمتي، حل بعدا حريرتك. زادوا فيك 10 دراهم صاحبي ديال الزيت، واخا تكون حمار ديال الكرونه صاحبي فهمتي، ما تقبلهاش. زادوا عليك في البيضه صاحبي باش انهم سميتو باش ان الاموال ديال هذوك الناس اللي تينهبوكم ليل نهار واللي تيهربوا الذهب المغربي والثروات المغربيه ما تبقاش الجيوب ديالهم. واش راسك بان الثروه ديال اخ نوش تزاد مع شي 700 مليون دولار في هاد جائحه كورونا فهمتيني، وانت تجي تهضر ليا انا على السياسه وتقول لي انت عاش تعرف، وانا خليني تنعرف والو سيدي، ولكن كلامي منطقي فهمتيني. ما تيقبلوا الانسان العاقل، اما الانسان الجاهل الانسان العاطفي والانسان اللي باباه ما تيبغيش ما عندوش ادوات التمييز والتحليل والتعليل كما قلنا راه ما يفهم والو، وغيجي هذا الشيء هذا صعيب عليه فهمتيني، لان عقلك لا يستوعب فهمتيني. ما يمكنش تخبى صغيره فهمتيني، تخبى صغيره تدخل فيها باطو فكره باطو دخلها في تقبله امبوسيبل. كذلك يعني بعض الافكار ما تدخلش لبعض العقول لانها لن تستوعبها وكبيره عليها فهمتي، ربما تتخلع بمجرد انها تسمعها تتخلع منها، يعني تجي فكره يعني غريبه. اش نقول لكم انا راه تنقول لكم راه الذباب اللي داخل عندي هنا الخوت. المهم رسالتي الاخيره الخوت، تحياتي للشعب الصحراوي البطل الصامد فهمتيني، كل تضامن مع المناضلين اللي تعرضوا يعني للقمع مؤخرا من طرف اجهزه القمعيه ديال محمد السادس فهمتي، اتضامن معكم واتضامن مع كذلك مع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في احتجاجات الفنيدق. اليوم تم اعتقال جد ديال المعتقلين في مدينه الفنيدق، كل تضامن مع الساكنه، كل تضامن مع جميع احرار ديال المغرب، التضامن لا مطلق مع الشعب الجزائري الشقيق، وتحياتي للجميع. تحياتي لكم جميعا. انا نتمنى الاخوان انكم خصوصا الاخوان ديال الصحراء الغربيه لانها تكون عندي مواضيع يعني في اطار يعني هذا هو الموضوع يعني الرائج حاليا والشائع حاليا في المنطقة هو قضية الشعب الصحراوي، لأن الصراحة الأحداث الأخيرة التي وقعت في الصحراء الغربية يعني زادت يعني في صخب يعني قضية الشعب الصحراوي فهمتيني، أصبح يعرفها كثير من الناس عبر العالم، والسبب طبيعة الحال يعني الكلاخ ديال المخزن يعني السذاجة ديال المخزن فهمتيني. فتحياتي لكم، نتمنى انكم تبارطاجيو عفاكم الفيديو وتضيفوا الاصدقاء ديالكم في هاد الصفحه هادي، نتمنى انكم ديروا هاد القضيه هادي يعني اش نقول لكم، مشكورين فهمتيني، يعني نشكركم بزاف انكم لقمتوا بهاد الخطوه هادي، لانهم غلقوا لنا الصفحه القديمه دابا عندنا الصفحه الجديده، ونتمنوا انها تكبر كذا ونشوفوا ثاني لا غلقوا راه نفتحوا صفحه اخرى فهمتي. المهم ولكن هاد الصفحه هادي مجدي لها يعني لو كونتيني ديالها يعني المحتوى ديالها، مجدي لي كونتر اتاك ضد هاد الاجهزه الحموشي حتى هي، الا بغات دير عقلها ما بغاتش راه تلقى الجواب. المهم فاش نقول لكم، نتمنى انكم تبارطاجيو الخوت هذا الفيديو هذا على اوسع نطاق عفاكم، خصوصا الاخوان ديال الصحراء، بارطاجيو في لي جروب واتساب اليوتيوب اللي عجبكم يعني بارطاجيو، وصلوا عفاكم هذه الصفحه هذه، لاننا سنتحدث وسنقول يعني الحقيقه ما يجري يعني في الصحراء الغربيه، ولن نخفي شيئا لا على الشعب الصحراوي ولا على الشعب المغربي، ونتمنى نصرا فهمتي عظيما للشعب الصحراوي لانه فعلا يستحق فهمتي، خصوصا انه ناضل لازيد من 45 سنه ولا زال يناضل، ولا زالت مناطقه محتله، ولا زالت اطفاله يعني
تيتزادوا وعارفين بان الوطن ديالهم محتل من طرف فهمتيني عدو غاصب للارض ديالهم. فاش نقول لكم كل تضامن مع اطفال وشيوخ ونساء الشعب الصحراوي وشبابه الحر. تحياتي لكم وشكرا لكم كثيرا على المشاهده، ونشوفكم يعني في شي فيديو اخر. حتى التالي.